حبايبي جريد 3، النهارده عايزين نتعلم ازاي نستخدم البروتراكتور. دي كولد بروتراكتور اهي، وازاي نستخدم الرولر علشان نرسم تو درو انجل. اول حاجه يا مستر بعد اذنك هنيجي على اللاين ونعمل ري، ولما بقول كلمة ري أقصد بيها إن أنا عايز أعمل أرو، ده اسمه أرو، علشان دي البوينت دي كولد الفيرتكس بتاع الأنجل. طب أنا لما أدي لك النيم بتاعها A B C يبقى يا مستر السكند لتر ده هو الفيرتكس. هنبتدي بقى، هنجيب البروتراكتور، أنا عندي آدي السنتر، هروح جاي يا مستر بالسنتر على الفيرتكس اللي إحنا حددناه، وهنبتدي نعمل كاونت من عند الارو، فيبقى ده زيرو. اروح على البروتراكتور وادور على الزيرو، ادي الزيرو يا مستر، وامشي كاونت 280 10 20 30 لغايه ما نلاقي ال 80. انت فين يا 80؟ قالت لي انا اهو. بنعمل بوينت جوه وبوينت بر، ببتدي اشيل البروتراكتور بتاعتي وارجع تاني يوز الرولر وبعمل الري التاني وشكرا يا مستر. طيب بعد كده الراجل ده ممكن يسأل لي على حاجة اسمها تايب. ايه التايب؟ الاول يا مستر تعالى ناخد تعالى يا مستر ناخد البوينت. انت بتقول لي A B C، احنا اتفقنا السكند لتر يبقى ده الفيرتكس. بقي لي A و C، ممكن اكتب الـ A up والـ C down، وممكن اكتب الـ C up والـ A down، علشان الانجل بتاعتي لما اجي اقول ريد اقولها A B C or C B A، تبقى الفيرتكس بتاعتي هي الليتر B. طب يا مستر بيقول لي انا عاوز السايدس. يا مستر التوري دول، التوري هما السايدس، لما نيجي نقراهم نبتدي دايما من الفيرتكس، تبقى B C واعمل ري and B A، ادي دول بنقول عليهم التو سايدز. طب يا مستر بقى لنا حاجة تانية اسمها التايب. لما نقول التايب احنا ابتدينا وقلنا ان انا عندي لو التو راي كانوا كونجرنت فوق بعض فدي بنقول عليها زيرو انجل ايكوال زيرو ديجري. ببتدي يا مستر عملت اوبن 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 اوبن، لما نلاقي الانجل بتاعتنا مور زيرو مور زيرو ليس 90 يبقى دي نسميها ايه؟ اكيوت انجل. طب لو كانت ايكوال 90 رايت انجل، رايت انجل. لو كانت مور 90 وليس 180 اوبتيوس. الله. لو كانت 180 ستريت. اكسلنت.